محمد
فينا صغار مضاعوا فينا شيوخ ركعوا كالبهائم رتعوا وانت لكلهم راع جل بلا حل بينا وقد بلا من كربينا وكل ذا من ذنبنا فوالذي طمس الكوان تريت الطائعين فمن يغيث المذنب رحمة خير الراحمين اسم الله
نعم الوكيل حكم الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير يا لطيف 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 وقف بنا لطيف يا عليم يا خبير يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتك وقف بنا بقضائك وقدرك لطفا جميلا يليق بكرمك يا خفي الأنطاف من جنة ما نخاف وأدركنا بلطفة الخفي يا رب الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع نزد له فيها
Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان عليه الصلاة والسلام ذا ذات وصفات سنية، بين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور وعلا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعرفه صلى الله عليه وسلم كاللؤلؤ، وعرفه أطيب من النفحات المسكية، ويتكفأ في مشيته كأنما ينهق من صبب ارتقى. اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان يصافح المصافح بيده فيجد منها سائر اليوم رائحة عنبرية، ويضعها على رأس الصبي فيعرف مسه له من بين الصبية ويدرى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يتلألأ وجهه الشريف تلألؤ القمر في الليلة البدرية، يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله، ولا بشر يرى عقله. شريف بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على ذات المحمدية، واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على ذات المحمدية، واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على ذات المحمدية، واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على ذات المحمدية، واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على ذات المحمدية، واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على ذات المحمدية، واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل وسلم على ذات المحمدية، واغفر لنا ما يكون وما قد كان. اللهم صل على الحبيب محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على الحبيب محمد، يا ربي صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجوه. اللهم صل على الحبيب محمد، يا ربي صل عليه وسلم. وعلى شجاني وميض برق برابع سلمى، وعلى زرود. اللهم صل على الحبيب محمد، يا ربي صل عليه وسلم. بالله صلني فداك روحي، يكفي من الهجر ولا صود روحي. انا الذي ضاق روحه يوما اراه يكون نعيدي. اللهم صل على الحبيب محمد، يا ربي صل عليه.
الله. هذا مجلس في صباح الجمعة، والجمعة الجمعة وما أدراك ما الجمعة، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه وفيه وفيه. فأنتم تجلسون في صباح الجمعة في بكير هذا اليوم، وربما صليتم الفجر مع الجماعة وصلاة الصبح للجمعة هي من أحب الصلوات إلى الله. صلاة صباح الجمعة عليك أن تجتهد، تجهد نفسك أن تحضر هذه الصلاة، ثم تجلس تذكر الله حتى تصلي الضحى. ففيها ترغيب، فيها أنها تعدل حجة وعمرة تامة تامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ليالي الرضا دائما تتكرر علينا، دائما نكون من أهلها إن شاء الله من فضلها. فيا ليالي الرضا علينا عودي، ليحضر منك عودي حتى يترشط الإنسان ويتجدد عمره ويتجدد همته في هذه العبادات والطاعات والرضا. نسأل الله تكون رضا، نسأل الله رضا سبحانه وتعالى. الله الله. فعلى الإنسان أن يكون من المواظبين، من الحاضرين على طول، والذين هم على صلاتهم دائمون دائمون، يدوم على العبادة والطاعة. لأنه أنت تحسب أنها كثيرة، يعني الأيام كثيرة، صار عمرك كذا صار عمرك كذا، وقد هلكت كثير من الأمم السابقة كلها لأنهم طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. نعوذ بالله نعوذ بالله. والعمر كله قليل قصير. كم لبثتم في الأرض عدد شيء؟ قال لبثنا يوما أو بعض يوم. طيب هل يوم أو بعض يوم؟ شفت مكتوب على بعض المساجد أو أبوابها، الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. ساعة بالنسبة للزمان، وإن يوما عند ربك كألف سنة. اليوم كألف سنة وأنت عشت مئة سنة، فبالنسبة لليوم عشر ساعات،
وهكذا لو عشت 100 سنة تعتبر أنك عشت ساعة من يوم. فالدنيا ساعة فاجعلها طاعة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم دائما أماتا عند الإنسان إن أنا سويت عما ما سويت أنت شيء، يعني سويت يعني بجنب الله وكرم الله عليك، يعني لا أعتبر أنك مسوي شيء أبدا، لأن الله هو الله هو الفاعل. الله أوجدك، أمدك، رزقك، عافاك، يسر لك، هيئ لك الأسباب، هداك إلى الطاعة. إذن الله هو الفاعل، الكل بالكل. أنت عبارة عن توفيق من الله إنك قمت بالسبب والمهمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا دائما وأبدا ويعود علينا ليال الرضا صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا عرفنا وجوده. ألفنا وجوها كلها المجد والهدى وحسن المعاني والمكارم والبذل. وجوه إذا شام التراب شعاعها تبدل بالخصب الوفير له المحل.
لكم فضل عظيم ومنة علينا لكم فضل عظيم ومنة ومن شؤم حال القلب أن ينكر الفضل فمن نحن لولاكم وأنتم حياتنا ومتنا بكم والموت في حبكم يحلو صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الروح بقلب بالصبابتها إم وأغدو بطرف بالكآبة هام. ولي كل عضو فيه كل حشا بها إذا ما رنت وقع لكل سهام. الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي كل عضو فيه كل صبابة إليه وشوق جاذب بزمام. ولو بسطت جسمي رأت كل جوهر به كل قلب فيه كل غرام. ناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا إليهم فالنسيم رسول
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولما جزعنا الجزع قلت لناقتي إلى دار صحبي بالأجامع ميلي إذا بعد الأحباب عني ولم أجد رسولا إليهم فالنسي رسولي. يا حنو حنو علي هدى
بعد بعد
بعقد الأحباب وبلا وطلا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مربع الحي فيه أرسلت دمعي بعد بعد الأحباب وبلا وطلا. لست أسلو ما كان فيه من العيش وحاش المحب أن يتسلى. ما استحق الفراق سلع فنسلوه ولا استوجب الحما أن يملا. ما استحق الفراق سلع فنسلوه ولا استوجب الحما أن يملا. أيها الضاعنون هذه دموعي بعدكم في الرسوم تسقي المحل. أتراكم ترضون بالهجر حقا للمحب المشوق حاشا وكلا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الظاعنون هذه دموعي بعدكم في الرسوم تسقي المحلا. أتراكم ترضون بالهجر حقا للمحب المشوق حاشا وكلا. أم تقيلونه العثار امتنانا منكم في الغرام إن كان ذلا. صلاة والسلام عليك يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا رسول الله. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلاة الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول.
ذكري حيث حضرات الذكر ولدي مولد البدر حي الله حي الله أنت نسخة الأدوى فيك صورة الرحمن أنت نسخة الأدوى فيك صورة الرحمن مجمع سوار الفرقان بسم الله بسم الله فيك صورة الرحمن فاجمع زمر الفرقان بسم الله بسم الله ربنا لا تؤاخذنا
ولربما يكون له هوى فيقول لا أستطيع هذا الأمر، لا أستطيع هذا التكليف، لا أستطيع أن آتي بهذا الشر. لما رجع الأمر إلى تقديره هو لنفسه أخطأ في تقديره، لكن الذي يقدر الوسع الذي يقدر القوة إنما هو الله، والله ما كلفك شيئا أكثر من طاقتك. إذن جميع التكاليف الشرعية إنما هي من عند الله مقدرة على وسعك وعلى طاقتك. بقي من ناحية العلم الذي يصل في الإنسان في وصول التكليف الشرعي إليه يحتاج إلى الحفظ في أربع جوانب. الجانب الأول جانب وصول المعلومة، فعندما تسمع أن يكون السماع محفوظة حفظ الله لك السماع، فكثير من الناس يسمع العلم لكنه يسمعه خاطئا، فالأذن تخطئ في السماع. المطلوب أن تكون الأذن واعية تسمع سماعا صحيحا لا تحريف ولا تبديل ولا شبهة ولا شك. كثير من الناس يسمع يقول سمعت كذا وهو سامع خطأ. فإذا حفظ الله الإنسان في هذا الجانب، في جانب وصول العلم إليه، فيسمع السماع الصحيح سماعا تاما. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يسمع الوحي سماعا تاما لا ينقص منه شيئا ولا يخرم منه شيئا. والعلماء والصحابة لما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا سماعا صحيحا، فإذا تشكك أحدهم بحرف أو كلمة فيأتي بما شك به. وسبحان الله الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأوا. حتى الكلمة إذا شك فيها يأتي بالأصل ويأتي بما شك به. فالسماع ينبغي أن يكون صحيحا. المسألة الثانية أو المرحلة الثانية الفهم ينبغي أن يكون صحيحا. فلربما سمع الكلام صحيحا كاملا لكنه فهم فهما خاطئا، فيحتاج إلى الحفظ كذلك في الفهم. إذن يحتاج إلى الحفظ في السماع، ويحتاج إلى الحفظ في الفهم الصحيح عما سمع من القول الصحيح. الأمر الثالث يحتاج إلى العمل الصحيح على وفق ما فهم، أن يعمل بما علم، سمع صحيحا وفهم صحيحا ويعمل عملا صحيحا. الأمر الرابع يحتاج في الحفظ التبليغ الصحيح، نقل المعلومة. كثير من الناس قد يسمع سماعا صحيحا ويعمل عملا صحيحا، لكنه عندما يبلغ تبليغا سيئا، لا يستطيع إيصال المعلومة بالشكل الصحيح إلى المخاطب أو إلى المكلف أو إلى من يريد أن يوصل المعلومة إليه. إذن فالإنسان يحتاج الحفظ والعمل في هذه الجوانب الأربع حتى يكون سماعه صحيحا وفهمه صحيحا وعمله صحيحا وتبليغه لرسالة الله صحيحا. كثير من الناس تراه يحضر المجلس لكن ماذا حفظ؟ قد يكون حفظ شيئا، لكن إن حفظ شيئا قليلا أهون من الذي حفظ شيئا مغلوطا، يحفظ شيئا مغلوطا ويخرج ويقول سمعت فلانا يقول كذا وكذا وكذا وهو لم يقل. فهذا راجع إلى الفهم السيء أو السماع السيء أو التبليغ السيء. والذي يتجرأ على الحلال
وعلى الحرام، هو تجرأ في التوقيع عن الله، هو يوقع عن الله أن هذا حكم الله، وهو الذي وقع نيابة عن الله. فالحذر، الحذر من أن يفتي إنسان بغير علم. الله تبارك وتعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولذلك كان العلماء، كان الشافعي رحمه الله وكثير من العلماء عندما يرى مسألة فيها النهي يقول: لا أحب هذه، أو لا أميل إلى هذه، أو لا أعمل بهذه. كل ذلك يتحرز عن معنى عن حرام، لأن الحرام هو لله والحلال هو لله، هو الذي يفتي بهذه، الذي يفتي بحلال أو يفتي بحرام إنما هو الله. فإذا لم يكن عندك الدليل القاطع والنص القاطع بالتحريم، احذر من الجرأة على الله بالتحليل والتحريم، فأجرأكم على الفتح أجرأكم على النار. كثير من الناس يحلون أمورا محرمة أو يحرمون أمورا حلالة، وكل ذلك يعتبر جرأة على الله. ويوم القيامة يسألهم الله: وماذا تقول في الدنيا إذا قلت هذا حرام والله يقول لك كذبت لم أحرمه، إذا قلت هذا حلال والله تعالى يقول لك كذبت هو حرام. فالإنسان يحاول أن ينزه نفسه وأن يبعد نفسه وأن يحتاط لنفسه وأن يحصن نفسه من أن يوقع توقيعا عن الله وهو كاذب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لصالح الأعمال، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير. والله أنا أعرف لأن صوتكم أي إنسان هاي جت مراية من شان فيها سؤال. رجل أكل من أموال الجمعية الفلاحية وتاب إلى الله ولم يرد المظالم إلى أهلها، فما حكمه؟ الجمعية الفلاحية هي جمعية مؤسسة ومنظمة من عدة جهات، فمال الجمعية هو مال يعني أشخاص كثيرين، وكل واحد من الأشخاص الكثيرين له حق في هذا المال، فيجب أن يرد ما أخذ على المكان الذي أخذ، يرده إلى المال العام والمصلحة العامة. أما إن كان أكل مال شخص بعينه فيجب أن يرد المال لصاحب المال للشخص بعينه، إذا كان لجهة يرد المال لجهة، إذا كان لشخص يرده إلى الشخص. رجل يأخذ 10 ليرة سود زيادة على بيع المستهلك في المؤسسة، ما أعرف هذه كيف يعني، السؤال غير واضح لي. ما يأخذ 10 على بيع ما أعرف. يمكن شيء يا أخذ شوية. يعني هو يشتري لنفسه كيس السكر بألف ليرة سوري من الجمعية، وراح باعك يا انت بألف ومية، يعني 10% يأخذ. هذا تقصد يعني هذا المقصود؟ لا لا لا، اذا كان هو موظف بالمؤسسة معناها يقوم بعمله، ما يصير يبيع اكثر مما هو موكل عليه. اما اذا انسان اخذ نصيب وحصت الحالة، أنا أخذت مخصصاتي أخذت حصتي الحالي فاستغنيت عنها وبعت الإنسان آخر بربح، لا شيء في هذا، هذا ما فيه شيء. أما ذاك موظف يعني يأخذ لنفسه أو يربح لنفسه من
عمله لا هدايا العمال غلول، وهذا يعتبر من 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 الغلول ومن المحرم. ما هو الحكم الشرعي إذا صليت الصلوات الخمس على الإذاعة الخارجية للمسجد إذا كان الإمام متقن للقراءة وصوت حسن؟ ما العلاقة؟ المهم اتصال الصفوف، الصفوف تكون متصلة أو الرؤية تكون يعني قريبة لا تزيد على الفضاء عن 150 ذراعا في الفضاء، يعني المكان الخارجي 150 ذراع، الذراع نصف متر يعني 75 متر، ما تكون المسافة بين الصفوف أبعد يعني، فهل تكون الصفوف متصلة بحيث لو انقطع الصوت ممكن الرؤية وتصلي بصلاتهم؟ يعني رؤية أو سماع، قد يكون ما تسمع لأن بينك وبينه شيء ف يعني ما تشوفه لكن تسمع الصوت المباشر، هذه أما الإذاعة فلا. يعني إذا إنسان مثلا يصلي الآن على صلاة مكة بالراديو هذا غير صحيح، أو على التلفزيون غير صحيح لعدم اتصال الصفوف ولبعد المسافة، فالاقتداء غير صحيح في مثل هذه الحال. أما إذاعة المسجد أو ميكروفون المسجد احنا صايرين صفوف، وقد يكون يعني الرؤية يعني غير ممكنة بالنسبة للإمام، لكني أرى بعض الصفوف، فالرؤية أو السماع يعني هذه تصح فيها الاقتداء، يصح الاقتداء. أما إذا بعد الأمرين فلا. أما الإمام متقن أو ذو صوت حسن أو صوت ما لها علاقة هاي بالموضوع نهائي. السؤال الثاني: ما حكم صلاة الطفل الذي عمره 13 سنة وقراءته للقرآن سليم ويتقن الصلاة على أكمل وجه، فهل يحق له أن يكون إمام؟ نعم، من شروط صحة الإمامة التمييز، فالتمييز شيء والبلوغ شيء. التمييز هو بعد السن السابعة من السبع سنوات فما فوق أصبح مميزا، يعرف الطهارة ويعرف النجاسة ويعرف الأحكام بعد السبع سنوات، فصلاته صحيحة ويصح أن يكون إماما ولو أنه لم يبلغ ولم يكلف التكاليف الشرعية. وأنتم كلهم سائق سيارة يعمل طوال النهار، هل يعتبر مقيم أم مسافر؟ وهل يحق له الجمع والقصر حسب المسافة؟ يمكن يعمل طول النهار في البلدة نفسها أو في مكان قريب، يذهب إلى الميادين ويرجع أو إلى البوكمال ويرجع أو مناطق كل النهار وهو راكب السيارة، لا يحق له الجمع ولا القصر. أما إذا كانت المسافة تزيد على 80 كيلومتر ففي هذه الحالة يحق له الجمع والقصر. فإذا كان يسافر مثلا إلى الخليج أو إلى السعودية أو إلى الكويت أو شيء وهذا عمله يعني ظل يبقى مسافر دائما فيحق له الجمع والقصر دائما لأن حالة السفر ملازمة له. جزاك الله، الله يبارك به معكم شيء. يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، يطعم 10 مساكين ويطلب الجامع. إذا حلف أحدكم على أمر فرأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. جزاك الله خير، يعني هناك ما لحد يعرضك قال أنا حلفت إني مثلا ما أصرحني إني ما أجر جاري إني يعني ما أصر المرمان. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه صحابي جليل معروف كان قد زوج أخته لبشير والد النعمان ابن بشير، وكان يحدث بينهما خلاف ويأتي عبد الله بن رواحة فيصلح بينهما بين أخته وبين زوجها،
فلما كسر الخلاف وكسره ويصلح بينهم آلى يعني حلف ما عاد أصلح بينكم، فصار بينهم خصومة وزعل، فقام يقولوا له روح أصلح بينهم، فقال لا أنا حلفت، فيمين يعني ما راح أخالف يميني ما راح أنقض يميني، قالوا له روح أصلح بينهم، فهو يعني بناء على احترام اليمين. فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. إذن فلما إنسان يحلف على أمر فيرى أن غيره خير من الاستمرارية على القسم يكفر عن هذا اليمين ويأتي الأمر الذي هو خير. جزاك الله خير، هاي ما شاء الله وسعت. هل يصح عقد زواج تارك الصلاة؟ هذا حيل على أستاذ عددي. صح العقيدة الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يعني أكثر أقوال أهل العلم على أن تارك الصلاة كافر، والعقد لا يصح على الكافر سواء كان الكافر ذكر أو أنثى، العقد يعتبر باطل. وهذا طبعا تشديد، في تشديد، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى يكون كفرا دون كفر، قد يكون كفر دون كفر، وهذا شوي فيه رحمة. فالأفضل أنه يعقد العقد يكون المعقول يعني محل العقد كلهم يصلون الذكر والأنثى، أو يؤجلهم أو يعيدون وعد إنه خلاص تبنى من الآن ونواظب إن شاء الله على الصلاة يصير العقد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نحن نعمل في المملكة العربية السعودية، وهناك الصلوات الخمس تقام وتصلى على الإذاعة الخارجية للمسجد، ولهذا أمر فوائد عظيمة وكبيرة، ويقوم إقبال المسجد أكثر. يعني لما يقيمون الصلاة يفتحون الميكروفونات حتى المتأخر يجي يلحق، حتى هذا المقصود يعني، وليس المراد أن يصلون الناس بالبيوت بناء على الإذاعة أو يقتدون بالإذاعة، لا. ولكن عندما نأتي إلى بلدنا في سوريا وخاصة في قريتنا نطلب من بعض أمة المساجد في قريتنا أن تنقل الصلوات الخمس على الإذاعة الخارجية للمسجد، ولكن يردون علينا بأن هذا يخالف العرف. فالسؤال ما هو الحكم الشرعي للصلاة في الإذاعة الخارجية للمسجد؟ جزاك الله خير، هي فيها محاسن وفيها محاذير. نقل الإذاعة يعني الصلوات بالإذاعة، نقلها بالإذاعة أو نقل الصلوات والميكروفونات، فيها محاسن وفيها محاذير. فيها محاسن أن النائم قد يستيقظ، المريض قد يدعو الله، الغافل قد يتنبه، المتأخر قد يدرك الصلاة، هذه محاسن. لكن فيها محاذير، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فإذا قرأت القرآن والناس في لهو وفي لهو وفي إعراض، وقد عرفت القرآن للإهمال، فمن هو المذنب؟ من هو الآثم الذي هو معرض عن القرآن أصلا، أو الذي قرأ القرآن على قوم هم معرضون ويكرهون قراءة القرآن؟ فمن هو المذنب الذي أحرج الناس وأوقعهم في الحرج، أم هم؟ فيعني المسألة كذلك يعني فيها. فالرجل كذلك، أو الطفل المريض لما الميكروفون يصيح الصبح فوق راسه، وهذا لعطس وهذا لبح، وهذا لا اللي يريد هذا يقدر هذا ولا يعني. فمعناها فيها محاذير وفيها فوائد. ف يعني شلون أقول لكم، طيب قل لي الشيخ محمد الحامد أفتى بكراهية وضع يعني القرآن في الميكروفونات لأنه يعرض القرآن لعدم الاحترام، ف
فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من هذا الباب الشرعي وليس من باب الأعراف العرف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير. اللهم اغفر لنا وسامحنا وتب علينا وارض عنا رضاك لا سخط بعده وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ولمن غاب عنا منا من حاضرين وارضين والمسلمين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الثبات والاستقامة والصدق والإخلاص حتى نلقاك وأنت راض عنا. على نية ذلك الفاتحة. الرحمن الرحيم.